بسم الله الرحمن الرحيم. يوم صباح الجمعة 23 أبريل 2021. طبعا الحال نحن نقترب من الساعات الأولى من الصباح. الفجر اندلع واحد الحريق بهذه المنطقة ديال لافيراي بالنسبة لوسط مدينة إنزيكان. للأسباب ديالو إلى حدود اللحظة لا زالت مجهولة، ولكن الحمد لله بتدخل كل الأجهزة من سلطة إقليمية وسلطة محلية وقوات أمنية وقوات مساعدة ووقاية مدنية، الحمد لله حاضرين بكثافة خلال هذه الليلة. بالمناسبة الحريق اشتعل تقريبا 22 من هذه الليلة هذه. الحمد لله بالمجهود ديال الجميع وخصوصا القوات الأول الوقاية المدنية، راه كتلاحظوا بأنه تم التحكم في هذا الحريق اللي بطبيعة الحال عدد المحلات تقريبي، لأنه الليل ما ساعدناش باش نحصيو هذه المحلات، هذه المحلات حرقت حوالي سبعة حتى 10 ديال المحلات من أصل تقريبا ما يفوق 400 محل تجاري في هذه المنطقة هذه، اللي بطبيعة الحال المنطقة اللي حنا بالتنسيق مع السلطة الإقليمية والتجار ديال هذه المنطقة هذه راه كتبنا لا في ريف الضفه الاخرى ديال الواد جهه ايت ملول، ونتمنوا ان شاء الله ان الاسراع بهذا العمل هذا باش يكون هذا المرفق اللي كاين هنا. شكرا. اولا كنحمد الله تعالى على هذا الحريق هذا لانه مدش بافات ديال الملابس المستعمله. بصفتي انا كنائب امين الماء ديال الملابس المستعمله والسلع المتنوعه حبسناها حدا مالي الدجاج، ولكن كنتمنوا من الله بهذا الموقف يحرقوا يعوض لهم هذا الشيء في هذا الشهر المبارك. ما هي شدات العافيه تقريبا؟ قدر ديال الله هنا راه الدراوش انا حريق راه باقي راه كانوا دفعوا الاستفاده ديالهم سوق الاطلس، ربما ينجح هذا المشروع ديال سوق الاطلس يتحولوا ليه هاد المال المحلات المستعمله، ونقولوا للناس غادي يتحرقوا اللهم اجرهم في مصيبتهم وخلف لهم خيرا منهم هادشي اللي غادي نقولوا لهم. اش من توقيت تقريبا فاش شعلت العافيه؟ تقريبا كيقولوا شي 2:45 تقريبا يقولوا بلاد من تحت. انا ملي ما جانيش انا التليفون ديالي تقريبا شي ثلاثة قبل شي حاجة عاد جاني التليفون راني شعلت العافية هنا وجينا، ولكن السلطات وجينا ومديناهم واجين هنا والكومبيا والوقاية المدنية وهشام وفيهم هذاك الأخر تاهوما شكروا خدموا مع الكومبيا و تغلبوا على العافية من هذا الجانب ديال مالي الدجاج، وكنشكروا القوات المساعدة تاهوما ورئيس الجيش البري تاهو راه حضر. المحلات ديال الدجاج اللي تحرقوا يكونوا هنا شي خمسة هاد المحلات تقريبا اللي تحرقوا، وكنتمنوا وكنشكروا رجال السلطة ورجال الأمن رجال المطافي اللي كانوا القوات المساعدة كنشكروهم اللي كانوا في عين المكان، وكنشكروا جميع الناس اللي داروا المجهودات ديالهم هنايا باش يطفيوا هاد الحريق هذا. بغيت نقول لك الناس المساكن اللي ضاعت لهم هنا كنقول لهم الله يخلف، قلت لك بنوجه واحد الناس اللي ضاعوا كاع المساكن من هنا الله يخلف لهم ما ضاع في هاد العواشر هادي، والناس راه تكرفصات هنا ثلاث كرفسات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واحد الوقيته كتبان لي العافيه انا في ذاك المحل مع الدخله ديال ذاك الباب اللي كيدخل عند مواني الدجاج. واحد المحل ديال فتاح كيقول لي مولاه فتاح. ملي مشينا باش ندخل انا عيطت لهذا السيد اللي حساس عند مواني الدجاج. ما بينا نديروا محاوله بين ما طاح واحد الكابري ديال الضو وحنا نهربوا. الحارس ديال مواليد الدجاج حتى هو دار المجهود ديالو ورا رجال الوقايه المدنيه وراهم دوك شي محلات فيهم البوطات، فيهم بوطات كبار ديال مواليد الدجاج. يعني ما تفرقعوش تفرقعوها في هذا الاتجاه هذا اللي على الشارع. ما فين تفرقعوا شي ثلاثه البوطات صغار. بسم الله الرحمن الرحيم. ديك السيده انا حساس ديال مواليد الدجاج. أستاذ عبيد عيط لي هاد السيد كاين برا أنا كاين داخل، ملي عيط لي لقينا العافية شاعلة برا ما كاين ما طفي صافي عيطنا للوقاية اللي غاتا صافي. هادشي اللي كاين ود كاين شي خسائر كاين شي ها كيدايرين الخسائر كاين خسائر تعاونوا معنا هاد الرجال المطافي دخلنا على الماي الدجاج هرسنا المحلات طفينا العافية من الداخل باش ما تشد لينا في البوطات، كاين البوطات لداخل، هو الخسارة شوية بعدا ما يشي بحال، وهادشي اللي برا راك شتي نتا، هادشي اللي عطا الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.